السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في شوف تي في. نقدم لكم عبد الوهاب العلوي، أستاذ مادة التربية الموسيقية، وتوأم مشكل مع الأخ ديالي توأم فاس، اللي هو أستاذ محسن العلوي. بالنسبة للمشاركة ديالنا في هذا الفيستيفال العالمي اللي هو الاسم ديالو وورلد فولك فيزيون، وواحد الفيستيفال اللي هو معروف على الصعيد العالمي اللي كيشاركوا فيه الفنانة بمختلف الدول العالمية، اللي كيوصل العدد ديالها تقريبا 150 دولة عبر العالم بمختلف اللغات واللهجات والديانات. الحمد لله، تحنا توأم فاس بفضل الله عز وجل قدرنا أننا نشاركوا في هذا المهرجان الكبير، والحمد لله باش نمثلوا الوطن ديالنا الحبيب المغرب. والحمد لله، اللهم لك الحمد، تمكننا الحمد لله بالحصول على مراتب مشرفة في هذا المهرجان. بالنسبة للمرتبة اللي حصلنا عليها احنا كتوأم فاس في هذا المهرجان، غير الإشارة بالنسبة لهذا المهرجان اللي شاركوا فيها تقريبا 3950 مشارك عبر العالم بمختلف الفنون، بما في ذلك الموسيقى الآلية وثم الموسيقى الغنائية، وهناك الرقص ومختلف الفنون الأخرى. طبيعة الحال حنايا شاركنا بالموسيقى الآلية، والحمد لله استطعنا بفضل الله وبفضل يعني الجمهور الكريم والإخوان والأصدقاء والأحباء ديالنا أننا نوصلوا يعني بالمرتبة ديال المرتبة الرابعة يعني في الصنف ديال الموسيقى الآلية. كنا استغلينا أنه الأخ ديالي بأعمال فنية، وكنا كنصوروها في هذه المرحلة هذه، وكنا كنقدموها عبر الفيسبوك، وكنا كنتلقاو استحسان عند الناس وكانوا كيشجعونا. وجدنا واحد العرض من عند هذه المسابقة اللي عرضوا علينا على أننا نكونوا كنمثلوا المغرب في هذه المسابقة، ودرناها وشاركنا معهم. والحمد لله بفضل الله وفضل الناس اللي ساعدونا بالتصويت ديالهم علينا، وكنقول لهم الله يكثر خيركم، شكرا جزيلا لكم. حصلنا على هذه المرتبه اللي حنا دابا وصلنا ليها في النهائي، اللي هي مرتبه الرابعه، والحمد لله حنا جد فرحانين بهذه المرتبه هذه. فضل الله وفضل الناس اللي ساعدونا، الله يكثر خيركم.